بنبدأ نتكلم النهاردة مع ملخص الجزء الثالث من مسلسل سي، واللي لسه متفرجش على الجزئين اللي قبله ياريت يتابعنا عشان يعرف الحكاية من الأول. الجزء ده بيكون الأخير واللي بيحاولوا فيه يستعينوا بكتب الناس القدامى بمحاولة منهم انهم يستخدموا اختراعاتهم اللي قبل كده عشان يقدروا يسيطروا على العالم. بعد لما انتهى بابا فوس من الحرب بينه وبين اخوه، حاول وقتها ورين وباقي الرجال اللي باقيين اللي كانت مساعدة ايده فوس الاساسية انهم يهربوا باي طريقة قدامه. طبعا عشان كانت هي الوحيدة اللي بتشوف وسط الجيش الاعمى كله، قدرت انها تستخدم نظرها عشان تهرب. يهرب معها عدد قليل من الجنود بيستخبوا جوه سفينة مهجورة. في نفس الوقت بتكون الملكة كين بتولد، وابنها بيكون نتيجة علاقة محرمة بينها وبين ابن اختها بوفون، واللي كان بيشوف هو اخته هانيوا. نت متأكدة ان ابنه هو كمان هيطلع بيشوف زيه. طبعا كان كوفون قلقان جدا ان ابنه اللي جاي يكون ما بيشوفش زي امه. اول لما بيتولد الطفل بتاخده مجرى، ساعتها بتقترح عليها انهم يسموها وولف زي اسم ابوهم، زي ما اتفقت معاها انها مش هتديها ابنها. ولما بتخرج بتقابل اللورد هارلين، يكون معاها المساعد بتاعها تماكتي جون. بيرجعوا يفكروها بالاتفاق اللي اتفقت عليه مع جماعة الترفانتيون بانها تسلمهم اختها بعد لما تولد، والا هتقوم حرب ما بينهم كبيرة. سماغرا كانت قلقانة مع عياط الطفل الكتير وبتوديه لامه مرة تانية عشان تقدر ترضعه لغاية لما تيجي المرضعة وتاخده منه تاني. تتفاجئ بعدها ورين في المكان اللي مستخبية فيه وجود الملازم تورمادو، اللي كان من العلماء المقربين للقائد ايدو، بيقول لهم انه جاي يساعدهم عن طريق علمه عشان يهربهم. لما بيجي تاني يوم الصبح بيخرج تورمادو، يكون معاه ورين وباقي الجنود القليلين. تتفاجئ وقتها ورين في شخص مفتح وبيشوف وسط جنود تورمادو. لما بيعرفوا ان جنود الاعداء ابتدوا يقربوا منهم، ابتدوا بسرعة انهم يجهزوا اسلحتهم عشان يواجههم، بس تورمادو بيقول لهم ان مفيش داعي لاي حاجة بيعملوها، كمان مفيش داعي للهجوم عليهم. فجأة بيظهر عدد كبير من الانفجارات وسط الجيش الاعداء، وطبعا ويرن واللي معاها بينصدموا اول لما بيسمعوا الاصوات العالية من الانفجارات، لانهم اول مرة يسمعوا الصوت العالي والرهيب ده، ان حياتهم بدائية جدا مبنية على السيف والقوس. بعد ثواني معدودة اتحول جثث كل الاعداء لاشلاء. طبعا ده كان السر اللي مخبيه الملازم تورمادو، انه قدر يستعين بالناس اللي بيشوفوا عشان يستخدم نظرهم في انهم يقروا الكتب القديمة ويصنعوا له القنابل. كمان بيفاجئ ورين وبيقول لها انه عارف انها بتشوف، ان القائد ايدو ما كانش بيخبي عنه حاجة. بيبدأ بعدها يبلغها عن نيته الحقيقية، انه عايز يستفيد من نظرها، احتلاله لارض والشعب بايا اللي موجود فيها ارض خصبة وفحم كتير، اهم سبب ان اللي قتل ايدو فوس موجود في الاراضي دي. طبعا تورمادو كان طمعه اكبر من كده، انه عايز يسيطر على العالم كله خصوصا بعد السلاح الجديد اللي اكتشفه. بتروح بعدها هانيوا وبتقعد مع امها ماجرا وكمان اخوها كوفون، بتقول لها انها شافت اكتر من واحد بيشوف في السوق، انهم خايفين يعلنوا عن نفسهم ليقتلوهم كعادتهم حجة انهم صحرا. بس طبعا ماجرا بتقول لها ان دي حاجة مش سهلة، انهم يعلنوا عن كل المبصرين بيعيشوا حياة عادية معاهم. وطبعا ماجرا كانت زعلانة ان بابا فوز بعيد عنهم، انه اضطر انه يسيبهم بعد لما عرف انها اتجوزت اللورد هارلين. طبعا هي عملت كده عشان مصلحة شعبها. في الوقت ده بيكون بابا فوس موجود جوه الغابة، بيلاحظ وقتها ان في كلب محتاج لمساعدة، بيحاول ساعتها يقرب منه ويساعده ويفك الحبل اللي مربوط فيه، كمان بيديله أكل من اللي معاه. بعد لما بيمشي الكلب بيلاحظ ان في حد موجود معاه، بسرعة بيقطع الحبل اللي كان مربوط فيه، بنكتشف ان ده صديقه المقرب اللي بقاله فترة ما شافوش. بيبدأ بابا فوس يحكي له وقتها عن المشكلة اللي عنده، المشكلة دي انه بعد عن مراته وولاده، انه اضطر انه يعمل كده عشان يحميهم، ان دايما وجوده جنبهم بيعرضهم للخطر. وبياخده بعدها للمكان اللي بيقعد فيه، بيتفاجئ بابا فوس ان الكلب اللي انقذه بيجيله مرة تانية. لما بيلاقيه انه مش عايز يسيبه بيقرر انه يسميه نو. بعد لما يعدي بابا فوس فترة كبيرة معاهم، بيتفاجئ بوجود ليون واللي كانت معاهم في القبيلة. ولما بترجع هانيوا للسوق مرة تانية وبيكون معاها الحارس الشخصي بتاعها، يتفاجئ ان في عدد من جنود الملكة بيكلموا الناس وبيتهموا فيها الملكة ماجرا بالخيانة، ده بسبب انها مخلية ناس بيشوفوا بيعيشوا في وسطهم، وده لانهم معتبرينهم سحرة ولازم يولعوا فيهم. اللي كان من ضمنهم الشخص اللي شافته هانيوا، وطبعا اول لما بتشوفه بتبدأ انها تدافع عنه وتقول لهم انه بريء. لما بيعرفوا انها بنت الملكة اللي بتشوف بيقرروا انهم يمسكوها هي كمان، بيكونوا عايزين يولعوا فيها، بس بتقدر تهرب في اخر لحظة. بيرجع اللورد هارلين يبلغ مارجرا ان الشعب الترافانتي عايزين محاكمة علنية ضد اختها بسبب كل اللي عملته، وانهم لو سلموها يجيبها لهم حية. طبعا ماجرا عارفة ايه اللي هيحصل لاختها لو سلمتها لهم حية. نفس الوقت بيوصل مندوب من مدينة ترافانتس شعب بايا واللي كان ملكتها ماجرا، وطبعا ماجرا كانت رافضة انها تسلم اختها ليهم، وبتقول الكلام ده لتماكتي جون. في نفس الوقت بتحاول ليون تقنع بابا فوس انه يرجع لاهله مرة تانية، بس وقتها بيحسوا انهم مش لوحدهم. بيبدأ فعلا تورمادو يكلمه، بيقول له انه مش هيسيب حق ايده،
وطبعا بابا فوس اول لما سمع صوته ابتدى يجهز نفسه عشان يقتله، خصوصا بعد ما هددوا انه يقتل اولاده، ولما بيقربوا منهم بينفجر القنابل في ليون من قوتها، بيقع بابا فوس على الارض، وبيظهر بعدها الكلب نو بيحاول يفوقه، وبيكون معاه صديقه رينجر. للأسف بيكون ليون ماتت بسبب الانفجار، طبعا ما كانوش يعرفوا القوة الرهيبة اللي تعمل كده. بيستغرب وقتها رينجر من القوة الغريبة دي، بيقول ان فعلا لو شعب التريفانتس معاهم القوة الرهيبة دي فدلوقتي ايه اللي ناقصهم عشان يحتلوا العالم، بانهم ممكن ينصفوا اي جيش قدامهم حتى جيش بايا. بس بيرد عليه بابا فوس وبيقول لهم انهم لسه ما تمكنوش منها قبل كده، بس دلوقتي يمتلكوها. تنزل مجرى وبتقابل الجنود اللي اتقبض عليهم اللي كانوا بيتهموها بالخيانة بالوقت اللي كان القائد بتاعهم قدر يهرب، وطبعا مجرى كانت محتارة انها تحكم عليهم بالموت لانها لغاية دلوقتي مش قادرة تحكم على اختها بالرغم انها عملت حاجات اصعب من اللي هم عملوها. وطبعا بيبدأ تماك تيجون ينصح ويقول لها ان كل اللي هتعمليه سواء في المجرمين او في اختك لازم تعمله في مصلحة بايا. في الوقت ده بيكون بابا فوس دفن ليون، بيبدأ بعدها يودع زميله رينجر عشان هيضطر يسيبه ويرجع لولاده البايا مرة تانية، خصوصا بعد لما عرف السلاح اللي موجود مع الملازم نورمادو. يروح بعدها تماك تيجون للجنود الخونة وبيقابل القائد بتاعهم شايلو واللي كانوا جنود تماك تيجون قبل كده، وبيطلب منه وقتها انه يسيب المدينة بسلام واللي هيجبره انه يسيبها غصب عنه. وقتها بيقرروا ان هما الاتنين يبرزوا بعض، بس بسبب براعة تماك تيجون الكبيرة بيقدر انه يسيطر على شايلو وكان قرب يقتله، بس بيرفض وبيقطع له دانه بس وبيسيبهم بعدها وبيمشي. لما بيكون هارلين مع السفيرة تروفير تقول له انها لازم ترجع تريفانتس مع الملكة كيان، بس طبعا هارلين كان عارف ان ماجرا مش هتعمل كده في اختها، بيحاول يهديها وبيقول لها ان قريب هيبعت شحنة كبيرة من الفحم للمدينة بتاعتها. تنتهز رين ان الجنود كلهم نايمين، بتروح تقابل الشخص اللي بيشوف واللي صنع المتفجرات، اللي بتقدر تعرف انه واحد من ابناء جيرلماريل اللي بيكون ابو هانوا وكفون. لما تعرف ان هو اللي صنع المتفجرات بتحاول تهربه، بس طبعا هو بيرفض وبيقول لها ان هم حاجزين عيلته عندهم مش هيقدر انه يهرب والا هيقتلهم، بيقول لها انه قدروا يصنعوا مئات من القنابل. ساعتها بتقول له ان هما الاتنين هيروحوا للمكان اللي محجوز فيه عائلتهم هيدمروا كل القنابل اللي موجوده هناك. لما بتنزل بتتفاجئ بمادوكس ومساعد تورمادو، طبعا بيحاول يمنعه، طبعا رين وألمان بيحاولوا يهربوا بس للاسف بيموت ألمان. تقدر رين انها تهرب، ويروح بعدها كفون عشان يشوف ابنه لاول مره، بس بينصدم لما بيلاقي اعمى زي امه، فبيرجع يدولها بسرعه مره تانيه. ولما بتقابل الملكه ماغرا سفيره مدينه تورفانتس تقول لها انها مش هتمشي غير لما تنفذ المهمه بتاعتها، وهي انها تاخد اختها كين معاها وهي راجعه البلد، بس ماغرا ساعتها بتقول لها انها تكون جاهزه عند شروق الشمس. ولما بترجع مره تانيه لاوضتها بتتفاجئ ان بابا فوس رجع مره تانيه بعد فتره غياب طويله جدا، يبلغها بالسلاح الجديد اللي عند ترفانتيون لدرجه انه مسميه رعد الالهه. بس وقتها ماغرا بتحاول تفهمه ان استحاله تحصل حرب ما بينهم وبين الترفانتيين بسبب معاهده السلام اللي ما بينهم، بس بيأكد لها بابا فوس انه اكيد بيكذبوا. ولما بيعرف ان في سفيره ليهم موجوده هنا يقول لها انها لازم تحبسها، وطبعا ماغرا بترفض لان مفيش اي دليل او برهان يخليها تعمل كده، وبيسيبها بعدها وبينزل بنفسه وبيحاول يوصل للخيمه اللي فيها السفيره لغايه لما بيوصل لها وبيقضي على الحرس وبيدخل لها وبيحاول انه يقتلها. بس وقتها بيكون هارلين موجود في نفس الخيمه وبيمنعه انه يعمل كده. بسرعه بيخرج بابا فوس وبيبدا يهاجم كل الجنود اللي بره، وللاسف كان عددهم كبير جدا وبيقدروا انهم يقبضوا عليه. اول لما ماغرا بتيجي بتقول لها السفيره انهم لازم يعدموه، وطبعا ماغرا ما كانتش قدامها غير انها تقبض على بابا فوس. ولما بيعرف بابا فوس من ماغرا ان باريس ماتت واللي قتلتها هي اختها كين، طبعا بيتضايق وبيجري بسرعه عشان ينتقم منها ويقتلها، بس بيتفاجئ وقتها انها مش موجوده في السجن بتاعها. طبعا بسرعه بيبدا كل الجنود انهم يدوروا عليها في المدينه، وللاسف مش بيلاقوها في اي مكان. طبعا كانوا خايفين كلهم ان خبر اختفائها ينتشر في كل انحاء المدينه، خصوصا السفيره لو عرفت بيه كده هتبقى في حرب ما بينهم كبيره. بيرجع مره تانية شايلو يكلم الناس، يطعن في حق الملكه ماغرا بالحكم ويتهمها بالخيانه. المره دي كان اللي سمعه هو كوفون. اول لما يمشي بيخرج وراه ناس بيراقبوه، بس من الواضح انهم كانوا عايزين يتخلصوا منه، فبيبدا وقتها انه يدافع عن نفسه ويهاجمهم. بس وقتها بيجي له بابا فوس وبيبدا انه يساعده. طبعا لما بتشوف امه ماغرا ما بيكونش عندها اي قرار تاني غير انها يقبضوا على كل المتمردين ويعدموهم. وبتوصل رين لأوضة هانيوا، كانت شارلوت قربت تقتلها بس بتلحقها هانيوا. طبعا بتبدأ رين تأكد لهم كل اللي قاله بابا فوس، وإن الأسلحة فعلا حقيقية، وإن كل الخيانة دي وراها واحد بس وهو تورمادو، وإن الحل الوحيد إنهم يروحوا للمكان اللي فيه القنابل ويدمروها. لما بيسمع هارلين إن القنابل دي بتتصنع من الفحم بيقلق إنه مزود الترفانتيين بكمية كبيرة جدا من الفحم. طبعا بيروح وبيقابل السفيرة تروفير وبيهددها إنه هيقتلها بسبب إنها كذبت عليه، بس بتأكد له ساعتها انها ما عندهاش خلفية عن اللي بيقوله،
وان اكيد في خونة في تيرفانتس ساعدوا تورمادو في الخطة بتاعته. وقتها بيقول لها هارلين انها لازم ترجع مرة تانية للمدينة عشان تفضح مخطط تورمادو. وقتها بتقترح عليه انه يجي معاها عشان يبقى دليل على كل الكلام اللي هي هتقوله. وقتها بيوافق هارلين بشرط انه هيجي بسرية تامة، مفيش اي حد هيعرف انه موجود غير في ساعتها. لما بيجي الليل بيرجع كوفون للأوضة اللي كانت محبوسة فيها كين، بنتفاجئ انه بيروح في سرداب موجود في الاوضه. لما بيفتحه وبيبدأ انه ينزل جواه نتفاجئ ان هو مخبي كين هناك. بيقول لها ان هو هيهربها بس بعد كام يوم. بيقول لها انه بيعمل كل ده عشان خاطر ابنه انه يتربى في وسط امه. واول لما بيسيبها وبيمشي تخرج من جنبها المساعده بتاعتها وتكون جايبه لها هديه اللي كان عباره عن السكينه الصغيره بتاعتها واللي كانت دايما مصممه انها تخبيها بايديها عن طريق الفتحه اللي عاملاها. يجي اليوم اللي هتنفذ فيه مجرى حكم الاعدام على كل الخونه اللي موجودين في المدينه اللي كانوا رافضين وجود اي مفتح في وسطهم. فعلا بتنفذ الحكم في الثلاثه، مسكوا شخص مفتح وولعوا فيه. بس الغريب انها بعدها بتبدا تحذر باقي الجنود هم لو عملوا اي حاجه تانيه هتعدمهم هي وعيلتهم، تبدا انها تفرج عنهم. وقتها بتخرج كين من السرداب تاخد ابنها. اول لما بابا فوز بيدخل عليها بتهدده انها هتقتله. ولما بيدخل عليهم كوفون ويعرف انها عايزه تاخد ابنه وتهرب بيه اضطر يقول لها ان ابنه ما بيشوفش. ساعتها بتدخل المساعده بتاعتها وبتضرب كوفون، تقدر كين انها تهرب وتسيب الطفل. طبعا بتبدا كين تنزل وتحاول تهرب بره المدينه، وطبعا بتبقى مش عارفه هي رايحه فين. واول لما بتسمع صوت الكلاب بتحاول تهرب لغايه لما بتدخل في اسطبل الخيول وبتحاول تغير ريحتها عشان ما تقدرش الكلاب تشمها. فعلا بتنجح خطتها وبتقدر تهرب بره المدينه. وبيبدا بعدها بابا فوس يودع كلبه نو وبيوصيه على حفيده بسبب المهمه اللي رايحه عشان يقضي على القنابل اللي بيحاول يعملها تورمادو. يكون رايح مع ولاده الاثنين ومعهم شارلوت، طبعا رين صديقة هانيوا. وفي نفس الوقت بيبدأ اللورد هارلين رحلته، السفيرة تروفيرو بيتحركوا للمدينة. بس بيقطع طريقهم عدد من الجنود بيقول لها هارلين انهم اصحابه، انه هيكمل الطريق معاهم وهيبقى في المدينة. بيرجع مرة تانية بابا فوس واللي معاه وبيقابله رينجر. بيكون بابا فوس جاي له عشان ياخده معاه، وصل لما يعرف انه تورمادو هو السبب في كل ده. بيقدر بعدها هارلين يوصل للمدينة مع اصحابه وهو مستخبي. في نفس الوقت بيكون كين تايهه في الغابه وطبعا جعانه، تبدا انها تاكل ورق الشجر وطبعا ما بتقدرش انها تكمل. بيتحرك بعدها هارلين وبيوصل لبيت تروفيل، بس وقتها بتخش عليهم واحده من اعضاء مجلس المدينه. ولما بتعرف ان هارلين موجود بتنصدم، بس بتاكد لها تروفير انه جاي عشان يساعدهم. بيبدا فعلا يقول لها على خطه تورمادو وانه عايز يدمر المدينه. اللي بيعملوا ده شكل من اشكال الانقلاب العسكري على المدينه بتاعتهم. بعد لما بتسيبهم وتمشي بيعرف هارلين ان تورمادو موجود في المدينه. فعلا بيوافق رينجر انه يروح مع بابا فوس هو ومراته. وفي تاني يوم بيقابل تورمادو مجلس المدينة، طبعا بيحاول يصنعهم بسلاحه الجديد، كمية التدمير اللي يقدر يعملها بالسلاح ده، اللي هيستخدمه انهم يقتلوا الاعداء في ثواني. بيقول لهم انه عمل منها كمية كبيرة جدا وكل يوم بتزيد. جه الوقت اللي هم يجربوها على شعب بايا، طبعا كان في اعضاء من المجلس معاه واعضاء ضده، عشان كده بيضطر تورمادو انه يفجر كل المجلس باللي موجود فيه عدا عضو المجلس المالي اللي كانت مأيداه. يقدر هارلين يعرف ان اللي كان بيساعده تورمادو مسؤولة المجلس المالي، كمان تروفير اللي كانت بتحبه، وكمان بتقول له انها جايباه معاها هنا عشان عارفه اللي هيحصل في بايا وهي مش قادره تستحمل موته بسبب التدمير اللي هيحصل هناك. طبعا كين كانت بتتعذب بسبب هروبها من المدينه ووجودها في الغابه. لما بيعرف تورمادو ان هارلين موجود في المدينه بيقرر انه يرحل، بس بتحاول تروفير انها تثبت لهم العكس وانه هيساعدهم خصوصا بعد موت مغرى. لما بنرجع لبابا فوز برحلته للمدينه نقدر نعرف سبب كره رينجر لتورمادو، انه استغل عدد كتير من جنود المدينه بتاعته في التجارب اللي كان بيعملها، انه حاول اكتر من مره يدور على طريقه يرجع بيها البصر، ده سبب عدد الندوب الكبيره اللي على وشه. في نفس الوقت بتحاول كين تلاقي مخبأ عشان تستخبى فيه من العاصفه. أول لما بتدخل جوه الكهف بيلف على رجليها تعبان وكمان بيقرصها، وساعتها بيغمى عليها جوه الكهف. بننتقل بعدها للمكان اللي بيصنعوا فيه القنابل اللي كانوا حاجزين فيه عدد كبير من الناس اللي بيشوفوا إنهم الوحيدين اللي عندهم القدرة على صنعها. في نفس الوقت بيقدر بابا فوس واللي معاه يوصلوا للمكان، بيحاولوا وقتها انهم يواجهوا الجنود اللي بيحرسوا المكان، وكمان بيقدروا يوصلوا للاشخاص اللي بيصنعوا القنابل، وكمان يطلعوا الناس اللي موجودين في السجون. هناك بتقابل شيفا اخت اولمان وبتعرف انه مات. اول لما بيخرجوا بيتفاجئوا بعدد كبير جدا من جنود التيرفانتس بيقربوا من المكان، بس بتتفاجئ هانيوا اول لما بتشوف هارلين معاهم. لما بيطلع النهار بيكون كين فائت، وكمان قدرت تقتل التعبان اللي عضها اللي هيكون وجبه مناسبه جدا ليها من ايام. في نفس الوقت بتحاول مغرى انها تجهز كل جندي في المدينه عشان تستعد للحرب اللي ممكن تحصل في اي وقت، بس بنتفاجئ بعدها ان كاين قدرت توصل للجنود الخاينين. سيطره هتحاول تقنعهم انهم ينضموا معاها، حاول تسيطر على شعب بايا مره تانية. ده اللي هنشوفه في الحلقات اللي جايه.